اللي حكموا مصر، او خليني اقول مثلا مبارك في اخر فتره ليه وفي اخر سنوات ليه ومرسي في السنه دي، عجزوا عن انهم يفهموا الشعب المصري. الحقيقة أنه هذا الكلام صحيح جدا، وأنا بتصور أن احنا ما خرجناش لسه، يعني ما يزال عصر حسني مبارك هو الأكثر تأثيرا في المرحلة الحالية. بمعنى بمعنى ايه أنه فعلا؟ أنا دارس الفترة دي وبجهز عنها يعني كتاب اشتغلت فيه فترة طويلة، لأنه هو حسني مبارك لما جه الشعب استقبله، كانت فترة اغتيال الرئيس السادات، هو أمن وكده، وبدأ هو يهتم بالأمن وبدأ يستمر علاقته بالشعب المصري فترة 2 3. أعتقد إنه الفترة اللي غير فيها الإعلان الدستوري الدستور وبدأ يعمل الانتخابات 2005، كان يتصور الشعب المصري أنه ستوب وخلاص، وأنت كبرت وأنت تعمل انتخابات ديمقراطية بقى تعددية، ونصحوا حد كتير يجي من أو على مستشاريه انه الأقل كفاية تعين كده. نائبا، يعني القرارات اللي اتخذها اللي هي رئيس وزراء وعمر سليمان نائب، لو هو عملها قبلها يمكن بشهر أو شهرين أو 3 او قبل 25 يناير او حتى يوم 26 يناير كان ممكن يتغير. لكن الحقيقه انه اصابه غرور الحكم الطويل، وتصور ان الاجهزه الامنيه وان البناء سليم، وبدا يستمع للحلقه الضيقه جدا في حكمه، وما تصورش السر بتاع الشعب بقى. خلاص الشعب كان غضب جدا، والشعب كان بدا اول الشعب ما بيفقد الاحترام للحاكم، الاهانه للحاكم دي معناها انه خلاص بدأ يطلعه من النكت ومن الشارع وكده. لذلك جمال عبد الناصر كانت فكرة النكتة دي واجهزة المخابرات تقدمها حتى لو كانت جارحة، فكان يتخذ قرارات بناء عليها، لدرجة انه مرة كان في نكتة شهيرة جدا عن كانت في أزمة تموينية، مفيش رز ومفيش زيت وكده، فشاف النكتة انه صياد راح يصطاد، فاصطاد سمكة فراح لمراته فقالت قال لها ليها قالت له مفيش زيت، قال لها طب يشويها قالت له مفيش نار، فراح رماها في البحر فنزلت وقالت يحيى جمال عبد الناصر. فجمال عبد الناصر شاف النكته دي فبدا يبحث، فاكتشف ان الرز غلي مش عارف قرش ده ونص، لو اتطبقت دي ففصل دلوقتي وزير التموين، يعني شال وزير التموين فورا وهدد الحكومه وبدا ينزل الاسعار. الفكره هنا انه الاهانه والاحتقار، حسني مبارك اهين بشكل كبير جدا واحترامه سقط في السنوات الاخيره، وكان الاعلام والكتابه والفيسبوك وتويتر. الحقيقه انه الدكتور محمد مرسي برغم انه في ناس كتيره انتخبوه غصب عنهم، وناس كتيره اللي عصروا ليمون، وناس اختارته ثقه، وحتى في مجلس الشعب كانت بدات التجربه، لكنهم فوجئوا بانه يخل بكل تعهداته حتى لاقرب الناس ليه. ثم ان الجماعه بدات تحتل نفس الاماكن اللي فيها الحزب الوطني، وجشع السلطه والثروه وغيره. احنا طبعا انت بتقولي مش الماضي، طبعا احنا مش عايزين نتوقف على الماضي، لكن المستقبل ده ان الحاضر ابن الماضي القريب. فاذا كان محمد مرسي لم يستفد من تجربه جمال عبد حسني مبارك، والحقيقه ان تجربه حسني مبارك كانت قويه جدا، وكان فيها ايحاءات وكان فيها اخطاء، وهو نفسه نظامه كان في اجهزه الدوله وتقارير بترفع، لكن المشكله بقى في الاخوان انه كانوا بيعملوا تقاريرهم الخاصه ولا يثقوا، ثم فقد الثقه. يعني كان تحول الى منذ 3 شهور بالظبط انا كتبت الموضوع رئيس ضد الجميع، انه خسر اهم مؤسسات الدوله، هي مؤسسات يعني الدوله يمكن الرئيسيه. للكثير اذا ما يعني نظرنا لهذا العام في الحكم، حكم مرسي لمصر، هنلاقي كثير من النقط اللي هي تعتبر خطايا في بالظبط السياسه. لو حبيت أبدأ من تمرير دستور غير توافقي، كيف تنظر إلى هذه هو الخطيئة يعني؟ سبق الحقيقة الخطأ الأكبر والذي فصل الشعب إلى جزئين، هو كان الإعلان الدستوري. الإعلان الدستوري نوفمبر عطل القوانين، اعتدى على سلطة القضاء، انتزع على نفسه سلطات غير معهودة، ثم توقف. لأنه هو حتى ما أقال المجلس العسكري مشير طنطاوي والفريق فريق سامي عنان، كان في تيار واسع جدا بيرى انه خلاص بياخذ سلطته كامله ويبدا يتصرف، بدا يستعدي والغى مختلف اعلان. المؤسسات. فالاعلان الدستوري الحقيقه كان اعتداء على القضاء، ثم بدا يهاجم يحمل الاعلام طوال الوقت المسؤوليه عن الاخطاء. يعني كنت دايما اضرب مثل انه واحد انت بتقول له قبل ما تسافر صلح عربيتك واظبط الفرامل وحط بنزين، ثم يعمل حادثه فيتهمك ان انت عملت حادثه مع انه هو ما عملش الواجبات اللي عليه. ده اللي كان بيحصل في النظام ده بشكل واضح جدا. هو عاد القضاء، الاعلام، الجيش، الشرطه، اجهزه الامن،
لم ياخذ بها حتى دخل التيار الاسلامي حينما يعني عزل المستشار خالد علم الدين. هو قطعوا الاخوان عادوا بسرعه جدا، وقفوا في عداء مع حزب النور والسلفيين اللي هم اعتقدوا انهم ينافسون منافسه قويه، خاصه ان حزب النور اكتسب خبرات سريعه برغم حداثه سنه السياسيه، لانه اكتسب خبرات لانه هو حزب لا يقوم على جماعه دوليه او جماعه ممتده، لانه مشكله جماعه الاخوان انها يعني جماعه قامت على السمع والطاعه والتحركات السريه وكتم السر وغيره، ولم تطور ادواتها ولم تتطور، وبالتالي فالعقليه التي بدات منذ 80 عاما بيعتقدوا انها صالحه تطبق لغايه دلوقتي انها تطبق الان، مع ان شكل السلطه اتغير وشكل العالم اتغير، وحسني مبارك نفسه او نظام مبارك سقط لانه لم يدرك ان العالم سلطته تغيرت، لانه كان في خبراء ومحللين واضحين جدا زي توفلر وغيرهم قالوا انه سلطه الجماهير اصبحت مختلفه في العالم، وان الدول الحديثه كلها يجب ان تغير طريقتها، لانه الاجيال الشابه وسرعه التغير الشديده بتغير شكل السلطه، بمعنى انه دايما السلطه يعني موزعه الى القوه والثروه والنفوذ، اصبح هناك والمعلومات اصبحت قادره على انتاج اموال، واصبح تجار المعلومات او من يتبادلونها ينتجون ثروه عاليه جدا فضلا عن امتلاك النفوذ، وبالتالي فتغيرت توازنات السلطه، لكن الانظمه التقليديه لم تستوعب هذا. المشكله انه نظام الاخوان كان على قديم جدا وغير قادر على التوائم مع التغيرات الدوليه او التغيرات العالميه في شكل السلطه، ثم انه لم يستوعب موجات الثوره الكبيره جدا في يناير. في يناير 2011 كان الرهانات كلها منذ 2004 وحركه كفايه والحركات اللي هي الحركه الام للحركات والحركات العماليه والاحتجاج كانت بدات تنمو كل يوم وتصنع حاله قويه جدا، ثم لم يكن احد يتخيل حتى الذين خرجوا في